حلو قوي السناب شات ده، فظيع. مامي يا مامي. نعم يا زفت. استني تعلمي البتاع ده جديد، خشي معايا في السناب شات ده. قمر قمر. سيبك بقى من سناب شات، مش هنخرج النهارده؟ في ايه يا مي؟ في ايه؟ وحدي الله يا حبيبتي، احنا مش لسه خارجين في اول الشتاء؟ ايوه خرجنا في اول الشتاء، والشتاء بيخلص خلاص. خلاص على اول الصيف بقى ان شاء الله. خلاص انا داخله انام، وصحيني لما الصيف يجي. تعالي هنا يا بت، تعالي هنا. تعالي اقعدي. بصي يا ميوي، انا عارفه ان انتي طالعه لامك، اللي في قلبك على لسانك صريحه قطر. ايه رايك بقى في الحلقه بتاعت مامي بتاعت امبارح؟ بصي يا مامي، بصراحه طبعا عارفاكي الصراحه، قولي. انتي كمذيعه حلوه قوي. خشي في حضن امك يا بنت، خشي في حضن امك، ما خلفت غيرك. بس بصراحه اكتر بقى، ايوه انا عايزاكي تنطلقي. مواضيع البرنامج تافهه جدا. طب قومي من قدامي، قومي من قدامي، وكفايه صراحه عليكي كده. القطر تافهه. ماشي ماشي يا مي. الله صاحبة السعادة، بموت في إسعاد يونس، بس عاملة لي مشكلة، يعني السقف جامد قوي مش عارفة ألحقها. ما نشوف كاميليا هتوديني في 60 داهية. ألو؟ لا لسه بيرن. أي يا كوكي. أي يا حبيبتي. إيه الصوت الغريب ده يا كوكي؟ آه الخلاط. بتخلطي إيه؟ إيه؟ آه ملوخية في الخلاط؟ يا حبيبتي الملوخية بتتخرط، مش ما علينا. بقول لك إيه يا كوكي؟ أنتِ مش فاهمة المنافسة عاملة إزاي؟ إسعاد يونس يعني نار، يعني مكسرة الدنيا، ومش عارفة أعمل إيه. أنا دلوقتي عاملة إيه في الحلقة الجاية؟ موضبة إيه؟ عايزة حلقة سخنة. ها؟ الشيخ زبيب لجلب الحبيب؟ في 6 ساعات؟ منك لله يا كوكي، يا رب اشوف فيكي يوم، لا يوم ايه، يا رب اشوف فيكي 3 ايام، يا رب اشوف فيكي اسبوع بحاله يا كوكي. بقول لك ايه، قدامك 24 ساعة تطلعي لي بموضوع سخن، سامعة؟ يلا روحي اخلطي البتاعة اللي بتخلطيها دي. منك لله، هتبربر الملوخية. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ان الشيخ زبيب لجلب الحبيب طلع سره باتع. في ايه يا حبيبتي؟ انت بتكلمي نفسك؟ لا ابدا يا لولو، اصل انا بتكلم على الشيخ زبيب لجلب الحبيب، في 6 ساعات لقيتك رحت هوب هلل عليا، واضح ان انت الحبيب. انا جيت في اقل من كده. انت عامله ايه؟ بصراحه يا لولو مش قد كده، صاحبه السعاده مكسره الدنيا، يعني انا مش عارفه الاحق معاها خالص، وبعدين مش عارفه تفتكر ايه اللي ممكن اتكلم عليه يهم الناس كده ويخليهم يلفوا، لان انا بصراحه لو ما عملتش زيها هبقى صاحبه مرض. اتكلم عن ايه؟ عن الحب مثلا؟ مفيش اي مصداقيه. اه صح. طيب ممكن اتكلم عن مثلا الحب بعد الجواز؟ لا ده كده مفيش مصداقيه خالص. طيب ممكن اتكلم عن الحب قبل الجواز او الرومانسيه قبل الجواز؟ طب ما تتكلمي على الجواز نفسه وصعوبته، ويعني احتياجات الماديه للجواز. برافو عليك، برافو عليك يا لولو، برافو. صح صح، تصدق عليك افكار. اه ممكن اعمل كده فعلا، وممكن اتكلم عن لما الاثنين يحبوا بعض وما يقدروش يستغنوا عن بعض. اوفر صح؟ قوي. قومي يا ناديه من هنا، قومي. نبيل حبيبي وحشتني. وحشتني ايه؟ بقول لك المكان ده اللي بيقعد فيه حسن. تعالى اقعد 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 بس، ده انا لسه سايبالك شويه. سايبالي شويه ايه؟ بقول لك المكان ده اللي بيقعد فيه حسين باشا. طب ما نشرب حاجه. طيب نشرب ايه؟ ما هي دي المشاريب اللي بيشربها حسين باشا. يبقى يا حبيبي والنبي، ده انت الباشا وعمدة الناس كلها. انا ايه؟ انت الباشا وعمدة الناس كلها. ايوه يا بنت، انت رجعت لي ثقتي بنفسي. عودي حبيبي. انا باشا وعمدة الناس كلها. انت يا شيخ الغفر ما تدخلش حد علينا، القعده برايفت على قدنا. ده احنا هنعمل شغل. لابس ابيض وانا لابس لك احمر، ده النهارده لقاء القمه. ابتسم يا ولا بس. ايه ده؟ ايه يا بابا؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟
في ايه؟ انت خلصت على المشاريب بتاعت الكافيتيريا؟ لا يا روحي لسه في كتير عندهم جوه. عندهم كتير جوه؟ وانت جايه تشحطبي عليها ايه؟ ايه ده؟ ايه شخ ده؟ شكل الكافيتيريا دي غالي. لا يا حبيبي مش غاليه، انا في واحد جه هنا وقال لي ان في مينيمم تشارج. قال لك في مينيمم تشارج؟ مينيمم تشارج. كتاب اللدني دايخ عليه بره مش لاقيه، الحمد لله انه موجود الحمد لله. هو ايه مينيمم تشارج ده يا بابا؟ ها؟ هو ايه ده؟ عصير. عصير ايه؟ دي ذكر التفاح مع انثى البطيخ، حاجه نقاوه يعني، حاجه حلوه قوي. سيبك منه، المهم انت كلتي؟ ونقدر احط لقمه في بقي من غيرك يا بلبل؟ ده انا يا دوبك صبرت نفسي بس بكام حته فرخه مشويه كده. انت نفسها ولا ايه؟ نفسها كام حته فرخه مشويه؟ اه ناديه في ايه؟ حرام عليكي، حرام عليك يا شيخي، ارحميني، دي كلها مصاريف. مستخسر في الاكل كمان يا بلبل؟ يا شيخه اسكتي. مش مشكلة، هناكل، هاكلك الأكلة اللي بياكلها حسين بيه. وإيه بقى الأكلة اللي بيحب ياكلها حسين بيه؟ بص أنا ما أعرفهاش، بس هو دايماً كان ينادي يقول يا متر والنبي هات لنا وايبس. وإيه الوايبس ده يا حبيبي؟ تقريباً سندوتشات. الله. آه بس سندوتشات معطرة، بيقولوا ريحتها حلوة قوي. الله. تاكليهي في منها بالورد وفي منها بالليمون. أنا بقى عايزة من أبو ليمون ده ويحط لي عليه نعناع، أنا بحبه بالنعناع. امسك يدك شوية بقى نادي. الله. ما إيه المصاريف دي؟ الله، يا شيخ حرام عليك، أنت تصرف لك بتاع 250 جنيه في القعدة دي. بصراحة يا بلبل هو مش 250 جنيه. امال كام؟ وقال لي 1000. ألف سلامة عليك. بلبل في إيه؟ ألف سلامة عليك وعلى دماغك اللي اتلحس. ليه يا حبيبي؟ ما أنت طالبة لي حاجات بألف جنيه. ليه؟ وأنا شغال في الخليج ولا إيه؟ أنت بتعملي فيا كده ليه وليه يعني؟ فيها يا بلبل؟ بقول لك إيه؟ والله العظيم أسيبك. ده أنت لو فكرت تسيبني ده أنا أروح فيك السجن وأجيب بطنك كده بجيج من قدامك. يا ابو 10000 ملطوش انت. ايه نادي، هو الواحد ما يعرفش يهزر معاك يا شيخي. بهزر معاك ده، انا بحبك يا بيت، حتى انا اعمل لك مفاجاه. ايه يا بلبل يلا بسرعه غمضي عينيكي. ان 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 فتحي. الله يا بلبل انت شاريني الورده دي؟ لا شاريها ايه، ده انا اطفها من الشجره اللي بره. خالك واسع قوي انا شاريها. اشتري لك وردي ليه؟ انا هفت في مخي شويه شويه، هتقولي هات لي دبابيب. دبابيب دي ولا اسمها ايه؟ بس يلا عشان بتكسر. بس والله بحبك، هاتي ايدك. بسم الله ما شاء الله، ايه الطرى دي؟ طريها جو... انتوا بتنجدوا فين؟ بس كده. بحبك بحبك يا ناديه، وما فيش حاجه هتقدر تفرقنا ما بيننا وما بين بعض. انت متاكد يا بلبل؟ لا. ايه؟ آه لا متأكد متأكد، مفيش حاجة هتفرقني. طب جبت الشبكة أم فسوس؟ لا. طب جبت العفش أبو بروز؟ لا. ولا حتى شقة فقوس؟ لا. طب اتفضل بقى حاسب يا موكوس. لا. أنت كمان مش عايز تحاسبني يا بلبل على الأكل؟ خلاص يا نادي، هو الواحد ما يعرفش يهرق معاكي. بهرق الله. خلاص اندهلك على المتر. اتفضل. ماشي يا متر يا متر. الله يا متر، شكلك عارفه قوي. هو قاعد في الدور الثاني ولا ايه؟ الحساب يا متر. ايوه هو جاي اهو، شفتي رد اسمه متر. شكرا ميرسي بيكو، دي شو البيت قراره دي جود وي كلاتي. من امتى يا اخويا؟ إيه بقول لك ايه يا متر، انتوا بتحاسبوا هنا بالفيسا كارت؟ نعم. طيب طلع انت الفيسا كارت وحاسبي. سلام عليكم. رايح فين؟ هو يعني ايه فيسا؟ يعني انت عارفه يعني ايه كارت؟ لا. وكمان بتتريق عليا بتقولي لا، ايه والنبي دبك في وشك. لا بس يا بلبل الله. اسكتي. بقول لك ايه يا متر، تحت امرك. عندكم هنا اطباق وصحون نغسلها لكم يعني؟ نعم. عندكم؟ نعم. طب خدني على المطبخ. والله انا لهلوبه، خميس وجمعه غسيل زي الفل. ماشي يا سقف ماشي، واخد حركاتي كلها في الاكشن، وعامل بيها فيلم اسمه المصلحه. ماشي الحركه دي بتاعتي والمصحف. ماشي يا سقف، في اطار الخطه
منايع وموضوعة من قبل وزارة الداخلية، وعليه تحت رعاية السيد وزير الداخلية اتهم المدعو أحمد صلاح السقا الشهير بأحمد السقا، ماشي، وقد لاحظت أن المدعو قد قام بسرقة كل حركات الأكشن بتاعتي، كل حركات الأكشن بتاعتي أثناء قيامي بعملي تجاه الوطن، وبس روح الطمأنينة في المواطنين، ولكم مني جزيل الشكر، وتقبلوا بفائض الاحترام امضاء حسين شوك. ماشي يا سقا، اما عادتك في بيتك بالسنين ما بقاش انا حسين شوك. تسمح لي اخش يا فندي؟ ما انت دخلت خلاص يا حبيبي، اطلع بره. ماشي يا فندي. ولا لك خد، تعال انت كمان، عايز ايه؟ انا يا فندي مش عارف اقول لك ايه والله، يعني بس انا بعتبرك زي اخويا، يعني ايه؟ قصدي زي ابويا. انت هتهرج يا ولا ايه؟ قصدي زي امي. اذا كان كده ماشي. ماشي يا سعاده الباشا، يعني كنت عايز اقول لك انني ناوي اتجوز. مبروك يا حبيبي. الله يباركك فيك يا فندم، يعني بس يعني كله بحسك. ماشي حبيبي. واللي ماشي حبيبي. بقول كله بحسك يا حسين بيه. ما قلنا خلاص ماشي يا حبيبي. ما انا كنت عايز اقول لسعادتك يعني انا مش معايا الا 10175 و35 قرش. عايز تتجوز ب 10000 جنيه و175 قرش؟ يا ابني دول اخرهم تتجوز بيهم معزه في البلد عندكم. ما هو حسك معانا يا حسين بيه بقى، يعني انت 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 جيب الخفايف وانا جيب التقايل. خد بالك يا حسين بيه. ماشي. عشان خاطر. حاضر. انزل هات لي انت اوضه النوم واني هجيب المولل. انا هديك بالمولل على نفوخه، انا مش ناقص. يا فندم. طب هات لي انت الميكروويف، ده البت خطيبتي دي هتتجنن على الميكروويف. وانت عارف يعني ايه ميكروويف؟ ايه ما انا ما كنتش عارف، بس لما سالت عرفتها يا باشا، بيقولوا ان هو بيتحط تحت السرير بتاع اوضه النوم علشان يسخن الاحداث. ماشي حاضر. هسخن لك الاحداث يا حبيبي. حاضر. ربنا يخليك لنا يا فندم. حاضر. عايز حاجه تاني؟ لا يا فندم. هتديني فلوس دلوقتي ولا ايه؟ انا هديك في سنانك. بقى انا مواضيعي تافهه يا مي. اه يا ماما انت مواضيعك تافهه. طيب انا بس كنت بسال. بقى ده حوار طبيعي بين ام وبنتها؟ انا كنت مفروض امسك الشبشب واضربها فوق نافوخها. بعدين يعني ايه جايبين لي مج من غير صورتي عليه؟ كل المذيعين المحترمين الكبار بيلطعوا صورهم على المج، مش فاهمه ايه الاستهتار بيا ده. استهتار يخرب عليك يا مي. مي بنتك دي شرفات. كاتبه شويه كومنتات على المذيعات التافهه مش ممكن، مسخره. جايبه لايكات كتير قوي. الحمد لله على السلامه حبيبتي. طب هي ما كتبتش كمان عن المعدين الأدفة؟ لا لا لا، ما جابيش سيرتهم خالص. انت قصدك ايه؟ قصدك ان انا معدة تافهة؟ ارجوكي ما تفهمينيش صح كده يا انجي. طب اوكي، خدي عندك الموضوع المهم جدا ده. قولي يا اختي قولي. نبيل العسكري اللي عند حسين هيتجوز. مبروك، ألف مبروك يا كاميليا. وإيه أهمية ده يا حبيبتي؟ إزاي بس؟ ده مهم جدا. حسين بيقول لي نبيل معهوش غير 10000 جنيه بس، وإن البرنامج بتاعنا ممكن يساعده. آه والله فكرة، أبقى مذيعة تافهة وكمان شحاتة. لا طبعا. وفيها إيه يا إنجي؟ دي الدول بتشحت من بعضيها، إشمعنى إحنا يعني؟ طب وماله؟
العشر تلاف جنيه دول ممكن يجوزوه ويهننوه والسح تدحن بوه. ادي الواد لابوه. ويعيني الواد بيعيط، صعبان علي الواد. عشر تلاف جنيه ايه اللي يجوزوه يا انجي؟ لا يجوزوه يا كاميليا ويفيد معاه كمان. لا بقولك ايه، لو كنت بتفكري تكلمي شيخ الكتاتني علشان يجلب الفلوس انسي خالص، لحسن يا حبة عيني سمعت انه هو فلس. يا سلام. لا انا هجيبلك كتاتني تاني، ها بتاع مجلس الشعب. بقولك ايه يا كاميليا، انا عايزة اجلب البوليس، بس خايفة يبعتولي حسين جوزك. لو النبي بلاش حسين. كاميليا. كاميليا. ايه كاميليا؟ ايه جات الفكرة تحفة. بصي خلي نبيل وخطيبته يقولنا النهاردة بالليل البيت. هتعملي ايه؟ مش فاهمة. بس كده اول ما تقوليلي مش فاهمة بحس ان انا ماشية في الطريق الصح. والساح الدحم بوك ادي الواد لابوك ويعيني الواد بيعيط صعبان عليا الواد. حسبي الواد واقع. ابعتيله كل الصور ما تمسحيش حاجة. هموت واعرف بقى بتعمل ايه بكل الصور دي. حبيبتي دي ذكريات جميلة. حبيبي يا سمير بحبك قوي قوي قوي. معنى كده انك انت محتفظ بكل صورنا مع بعض. ها؟ بقولك ذكريات جميلة. ألو هاي يا إنجي. فرح مين؟ وأنا إيه اللي يوديني فرح نبيل العسكري؟ ماشي ماشي هنروح بقى نعمل خير في الواد. طيب يا إنجي أوكي حبيبتي حسنا التفاصيل. يلا سلام. بتحب الخير انت قوي حبيبتي. فرح فرح يعني انبساط رقص غنى جاتوهات سواريات وانا جعان بصراحه. جعان جاتوهات يا حبيبي. وسواريات الصغيره اللي تتظلط دي. جاتو سواري يا حبيبي يا حبيبي يا سموره. حور ويحيى اتبعوا فرح. تمام يا فندم. تمام يا فندم. ايه ده انتوا هنا؟ ماما ما عملتش اكل ولا ايه؟ كانت عامله. طب يا ما هي كانت عامله ايه اللي حصل؟ ما هو بيحصل اهو. ربنا هتقوم عليا ولا ايه؟ عيب يا حبيبي يا ابوك. عارفين يا بجد؟ حس الابن بيقول لي ان امكم ما عملتش اكل النهارده عشان كده سبيت شويه السندوتشات البسيطه دي في الثلاجه عشان تسكتني بيهم. صح انا قلت كده برضه. عارفين يا حبايبي اسوء حاجه في سندوتشات الجبنه دي انها ما بتشبعش. سندوتش الجبنه بينزل من هنا في ثانيه بيكون اتنهش. تحس ان هما شويه سندوتشات معمولين لاطفال في سنكم كده يا حبايبي. صح انا قلت كده برضه. ايه ده يا حسين انت اكلت اكل ولادي يا حسين؟ ها ما تغيريش الموضوع. فين العشا بتاعها كمان؟ موضوع ايه اللي اغيره؟ ما الاكل بتاعك موجود في المطبخ. ما ناديتش عليا ليه؟ كنت اكل ولادي يا حسين. ده بتغير الموضوع تاني يا كاميليا؟ شايفين امكم؟ ما انت اكلت اكلنا يا حسين. حسين ولا بيت؟ تعالوا يا ولاد تعالوا يا ولاد. بيت ايه؟ هاتي حته يا بيت هاتي حته بيت هاتي حته يا بيت هاتي بوسه بيت هاتي بوسه بيت هاتي حته بيت هاتي حته يا بيت هاتي بوسه زمن ابا يكري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وريت تفرج ابو سناي سكه ترمي. ادي 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 رايح فين انت ويا ايه اساسا رايحين فين كده؟
الحق. انت مالك انت؟ ايه اللي انا مالي دي؟ هي وكاله من غير بواب ولا ايه؟ ايه ده؟ خراب. ايه ده؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا راجل انت؟ اكون بتكلم مين يا عسلية؟ اهدى يا بلبل، اهدى يا حبيبي. لا انا اقول لك انت بتكلم مين؟ قول يا اخوي. معاك عسكري ملازم، ملازم اول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لوي، نبيل احمد عبد التواب. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا اخوي، انا طالع للاستاذ علي والاستاذه انجي. يا اهلا وسهلا اشركه الانوار، اتفضلوا، انا طلعكم الشوجة بنفسي والله. شفت التناكه بتعمل ايه؟ شوف. عشان تعرف ان انت زوجة راجل مهم. اتفضل يا حضره السول، اتفضل. يا اخويا ده مش سول، ده متقاعد. متقاعد ده انت قفلتني اكتر مني. ايه يا اخويا بس اسكت، نجرب قدامي. يلا يا اخويا يلا. هو قول لي سول ديته متقاعد. بسم الله ما شاء الله، كبرت في نظر يا ولا. تقولش رشدي اباظة يا واد ماشي جنبي. عارف يا ناديه، كل الناس تقول علي ان انا شبه رشدي اباظة. اي والله، بس انا اطول منه حبتين يعني. طبعا يا حبيبي. الشقه هي يا فندم، اي اوامر ثانيه؟ استنى يا عم مغاوري، معاك فكه؟ اه يا حبيبي، انا شايلهم لك على طول في الكم، عارفه ان انت بتحتاجهم. خد. حلوين، 3 جنيه نركب بيهم ميكروباص واحنا مروحين. بقول لك ايه، هي دي شقه الاستاذه انجي؟ ايوه شقه الاستاذه انجي والاستاذ علي. ايوه. جرسي جرس الباب. جرس انت. والله شكلك هتجرس هنا هنا. طب جرس يا بلبل وريني. انت واقف، انت بتسمعني انت ليه؟ واحد خطيبته واقفين بيتكلموا، انت مالك انت يا حشري؟ تمام يا فندم، اتوكل على الله. سلام عليكم. اهدى يا اخويا وجرس، اهدى وجرس، الله اكبر، اهدى. شفتي شخصيتي قويه كده ليه؟ عشان كده بحبك يا واد، جرس بقى. ألف هنا وشفاء. يعني نتمنى إن إحنا ما نكونش أزعجناكوا ولا حاجة ولا جينا فجأة يعني. لا، إزاي بتقول كده يا نبيل؟ ده أنتوا نورتونا والله، إحنا كنا عارفين إن أنتوا هتشرفونا. يعني نتمنى إن إحنا يعني ما نكونش ضايقناكوا وخلاص. أهلا بيك يا نبيل. أهلا وسهلا أستاذ علي. أنا إنجي حكيت لي عنك كتير وعن قصة كفاحك، ده أنا بفكر أعملها كتاب يا أخي. لا كب الكتاب مش دلوقتي، لسه عليه شوي، اصلا مستعجل قوي صراحه. مش لواد بكتسب. والله العظيم يا استاذه انجي احنا بنموت فيكي، وبحب البرنامج بتاعك قوي والله، وانا كمان بحبه قوي. يلا مين دول؟ دول اتنين لسه هيتجوزوا. طب ما تلحقوهم قبل ما يتجوزوا بدل ما مصيرهم يبقى زيكم كده. ولا بقول لك ايه يا نبيل، يوصف. انا عارفه ان انت معاك 10000 جنيه بس، صح؟ لا، 10175 و35 قرش. ما شاء الله، ربنا يبارك لك. وفرهم. مش فاهمه، سكت الواد ولا ابوه؟ بص يا نبيل، انا عايزاك تجيب بالمبلغ ده كله شبكه لخطيبتك، خاتم ودبله كده تبقى جبرت. انا مش عايزه منك اكتر من كده حبيبي. حبيبي. البنت خالها واسع قوي. هي دبله وهتكون فضه. ماشي. بص يا نبيل، انا هخليك تعمل الفرح بتاعك بتذاكر، وساعتها هيطلع لك مبلغ كويس تقدر تكمل بيه متطلبات جواز. يا حرام يا ومن بكره حلوه. يصل دماغك والله. ازاي ما جاتش على بالي الفكره دي ايام ما كنت بتجوز؟ ده انا كنت طلعت بمصلحه عاليه قوي. بتقول حاجه يا علي؟ لا ده انا بقول يعني لما نيجي نجوز سولي ومي نعمل نفس الفكره يعني. بص يا نبيل، عايزك تسمعني كويس، انا هطلعك معايا في البرنامج، وهخلي الناس لما يشوفوكوا يتعاطفوا مع الفكره، وهتلاقي ناس كتير قوي عايزه تجاملكوا. يا سلام. طب ما احنا نقطع التذاكر من دلوقتي. أيوه. هنعمل التذكره ورا دي، اللي ورا بعيد عن الكوشه دي ب 300 جنيه. حلو. واللي جنب الكوشه ب 500 جنيه. ايوه. لا يا نبيل ما ينفعش، عشان احنا اصحاب الفكره، واصحاب الفكره ما بيدفعوش. خلاص ماشي. بقول لك يا استاذ علي. ايوه يا حبيبي. كنت عايز اسالك كده يعني، انت عارف انني اول مره اتجوز وكده. فيعني كنت عايز اسالك يعني، وبعد الدخله كده والزفه لما بنروح البيت بيحصل طفل. طلبك عندي ورايا. ماشي يا استاذ. في اطفال قاعده. لما بنت الحاجات دي في سيسون. اللي انت عايزاه يا ماما في الاخر، هديكي اللي انت عايزاه في الاخر. خدي دول يا ماما، خدي يا حبيبتي بكرمك. اه شوكولا، روحي يرضيكي. يبارك لك والله. طيب بقول لك ايه يا نادية، قولي انا عايزاكي حبيبتي. ها طيب، عايزاكي في المطبخ شويه عشان الولاد قاعدين. مين يا اختي؟ مين؟ استني والنبي بس اخد من الحته دي بس. طيب الحته دي بس. هلا والشفا. هنيك يا اختي ويسعدك دايما. تعيانين خالص. ما انت عايزاني في حاجه؟ لا طب استاذن، السلام عليكم.